نروح مع حضراتكم لموضوع آخر، وموضوع الحقيقة بيمس يعني قطاع كبير من المواطنين. الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مستمرة في تنفيذ خطة تحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية المعروفة بالبطاقة الزرقاء، واللي قاربت على انتهاء صلاحيتها لبطاقات كارت ميزة مجانا، ده ضمن طبعا خطة التحول للشمول المالي برعاية البنك المركزي. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والموجود معانا على التليفون دلوقتي. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك، صباح الخير أستاذة جمانة وأستاذ مصطفى. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني إحنا بقالنا فترة وكنا بنتكلم على فكرة تحويل أو تغيير الكروت لكارت ميزة، وده تم على مراحل. خلينا نعرف من حضرتك يا فندم ونطمن السادة المشاهدين، إمتى آخر موعد لمنع التعامل بالكارت الأزرق؟ تمام، هو حضرتك إحنا بدأنا فعلا في عملية تحويل الكروت البلاستيك الزرقاء دي، نحولها إلى كارت يسمح بسداد المدفوعات الحكومية، يسمح بالشراء عن طريق الكارت عشان نقلل الكاش، وده كان ضمن مبادرة البنك المركزي للشمول المالي. بدأنا الخطوة دي مع بدايات السنة اللي فاتت 2021، كان عندنا 6.5 مليون مواطن من أهالينا أصحاب المعاشات بيصرفوا بالبطاقات الزرقاء. انتهينا لغاية النهاردة من حوالي 5.5 مليون مواطن غيرنا لهم بالفعل البطاقات بتاعتهم إلى كروت ميزة، أو اللي كان عايز يفتح حساب في بنك نحول عليه المعاش أو للبريد على حسب رغبة صاحب المعاش. الحقيقة بقى لنا حوالي مليون مواطن، المليون دول الكروت اللي معاهم طبعا مش كلها صادرة في يوم واحد، بالتالي تواريخ انتهاء صلاحيتها هيبقى متفاوت خلال شهر 6 وخلال شهر 7. احنا اعلنا قبل كده ونزلنا اعلانات في مختلف الصحف وفي وسائل التواصل وفي التلفزيونات ان مطلوب تغيير البطاقة الزرقاء الى بطاقة كارت ميزة، واطمن اهالينا من اصحاب المعاشات ان هذا الاجراء بيتم مجانا دون تحمل اي رسوم على صاحب المعاش. طب نقدر يعني نقول باقي كم كارت لم يتم استبداله حتى الان؟ حوالي مليون مواطن دول. طبعا انت عارف حضرتك عاداتنا كمصريين لازم نتحرك في اخر وقت، احنا بادئين من اول السنه كنا بننزل اعلاناتنا يوميا على اساس ان الناس يعني ما يحصلش زحام ولا تكدس. الحمد لله نجحنا في تحويل 5.5 مليون، باقي لنا مليون كارت. كويس. طمن أهالينا اللي منهم هيروح يوم 1/6 يصرف معاش شهر 6، لو ماكينة الاي تي ام او موظف البريد قال له راجع التأمينات ما يفتكرش ان المعاش فيه حاجة او ان المعاش اتقطع او ان فيه اي مشكلة. كل اللي مطلوب منه انه يتوجه لأقرب مكتب تأمينات لمحل سكنه معاه صورة بطاقة الرقم القومي بتاعته، يصورها يا ريت قبل ما يجي المكتب. هيوصل لغاية المكتب، هنسلمه كارت ميزة مجانا ونفعل له المعاش بتاع شهر 6 وهو واقف يصرفه. طبعا ده بوجود مندوب للبنك، يعني الموضوع كله بيتم واحنا قاعدين علشان يعني تيسيرا عليه. عايز تقول حركة بالظبط كده. بالظبط. فبطمن اهالينا علشان بس الاشاعات دايما في موضوع المعاشات بيقعدوا يطلعوا اشاعات عشان يخوفوا الناس وكده، احنا مرتبين نفسنا اللي منهم بطاقته صلاحيتها تنتهي يوم 1/6 مفيش اي مشكله، كل اللي هيتحمله انه مشوار لغايه مكتب التامينات، ان جايبين مندوب البنك مقعدينه عندنا هيسلمه كارت ميزه مجانا ويفعل له الكارت بتاع البطاقه الزرقاء دي عشان يصرف معاشه وهو واقف. صحيح. والاجراء ده مش هياخد اكتر من 5 دقائق. طيب. انا بناشد اهالينا من اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ان بلاش نستنى لغايه ما الكارت يقف وبعدين نعمل تزاحم. احنا من بكره ان شاء الله اللي عايز يتوجه لاي مكتب تامينات هياخد كارت ميزه و
نحول عليه المعاش بدون اي مشكله ومش هيتعرض لاي حاجه. صحيح. هايل يا فندم. طيب ممكن يعني من اهم كمان الاسئله الحقيقه اللي دايما بنشوفه ان كان على مواقع التواصل الاجتماعي او بنسمع حتى بعض المستفيدين من المعاشات، يعني هو احنا ليه اصلا بنغير الكارت؟ احنا تعودنا على الكارت ده، احنا عارف خلاص بقينا عارفين نستخدم الكارت ده، ليه اصلا غيرنا الكارت ميزه؟ غيرنا الكارت لان الكارت اللي موجود معاهم هو ليه مده صلاحيه كده كده بيتغير، حتى اللي معاه كارت من البنك بيروح يجدد الكارت ده كل سنتين او كل ثلاث سنين، وفي بعض بنوك بتجدده كل سنه، مفيش كارت مطلق الصلاحيه. طبعا. فانا بدي لك ميزه جديده. صحيح. على الكارت القديم بمناسبه انتهاء الكارت القديم. يعني الكارت القديم ده خلاص هو محتاج يتغير. طب هنغيره بنفس الكارت بس بيدي لك مميزات اكتر. ايوه. تقدر تشتري بيه مشترياتك من السوبر ماركت، تجيب الدواء من الصيدليه، بدل ما تشيل فلوس انت معاك الكارت بتاعك وبتسدد بيه. انا كنت زي الكارت اللي بنستخدمه كارت زي كارت البنك بالظبط كده. بالظبط. ما انا هي ميزه ميزه اضافيه. انا فاهم كويس حضرتك بتكلم فيه، وانا عايز اوضح ده للساده المشاهدين، الدوله استفادت ايه من قصه ان انا احط كل ال 6 مليون دول على قوائم الشمول المالي ويبقوا بالفعل داخلين في التعامل اليومي البنكي في بنوك مصر؟ يعني الدولة استفادت إيه والمواطنين هيستفيدوا إيه أيضا؟ لأن الشمول المالي مش كل الناس فاهمة إن هو يعني مفيد لينا ومفيد للدولة وهو لا مهم. طب الشمول المالي في منتهى الأهمية، يعني أنا النهاردة مثلا معاشي 3000 جنيه بروح أسحب الكاش ده أو بصرف 3000 جنيه النهاردة، وبعدين بكره هروح اصرف 100 جنيه فاتوره الكهرباء او فاتوره الغاز. انا عمال كل تعاملاتي بالفلوس. صح؟ والفلوس دي فيها بالظبط. لما يبقى معايا كارت يغني عن الفلوس. انا ما بشيلش فلوس، بسدد مشترياتي بالكارت اللي موجود معايا ده. أي. ده هيقلل من الضغط على الاموال السايله وتكلفه طباعه الاموال. كل حاجه. فلا هو ليه أهمية كبيرة. صحيح. محدش في العالم كله دلوقتي لو احنا في لو رحنا أي دولة، أي دولة ما مش هقول أوروبا وأمريكا، هقول في دول مثيلة بينا، محدش بيشيل 1000 جنيه في جيبه وبيمشي بيها في الشارع. صحيح. الناس كلها معاها الكروت بتاعتها وبتتعامل بيها. طبعا. نشكر حضرتك جزيل الشكر. خطوة حضارية. طبعا يا فندم، يعني هي وكمان زي ما حضرتك قلت هي ميزة أضافت وسهلت أكتر للتعامل بالكارت، بدل ما يضطر المستفيد انه ينزل اول يسحب فلوس وبعد كده يروح يجيب اللي هو عايزه، لا الكارت معاه يقدر يجيب اللي هو عايزه زيه بالظبط زي كروت البنوك عامه. بشكر حضرتك جزيل الشكر اللواء جمال عوض رئيس الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي على كل هذه الايضاحات. مشاهدينا نروح لفاصل سريع جدا ونرجع نكمل مع حضراتكم ما تبقى من فقرات صباح الخير يا مصر.